الصلاة لو قامت يا أخواننا، لو قيمت الفريضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. أولا ما تبدأ صلاة جديدة، صلاة جديدة ما تبدأ. ولو كنت بتصلي، العلماء قالوا لو انتهيت خلاص، يعني فاضل لك بس التشهد وحاجة، قربت تخلص من ركعتين تمين وألحق الإمام. أما لو كان يا دوب بديت أقطع طوالي، أقطع وأدخل مع الإمام في الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. جزاكم الله خير أخواني. وصية للطلبة، الحرص على العلم، أحرص على العلم، وزول يستغل السواد، ها سواد راسك ده لو مشى العلم بصعب عليك تاني. عشان كده العلماء قالوا السؤدد في السواد. السؤدد يعني بيسود الناس بالعلم وانت شعرك ده اسود، لو مشى تاني ما بتقدر، ولو اسمك ذاته ما حفظته كويس تاني ما ظن تقدر تحفظه كويس. عشان كده احرص على العلم قبل ان يذهب العمر. وكل ما تقدم الانسان في السن كل ما كثرت اشغاله وكثرت همومه وقل حفظه. فزول يحرص على العلم وعلى الحفظ وعلى التقوى والعمل بالعلم ده، ويحرص على الدعوة وتبليغ العلم للناس، لأنه من كتم علما وهو قادر على إبلاغه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يلجموك بالنار عمل حسابك. فزول يحرص على العلم والعمل الصالح والدعوة إلى هذا العلم النافع. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والبر والرشاد، إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.